السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة لايف افتر تحت المشعر. بهاي السلسلة يا شباب راح احكي لكم، او هاي الحلقة راح احكي لكم كل ما يخص الماكينة الجديدة اللي ضافوها باخر فترة. انا نزلت فيديو عليها بس يعني لازم اشرحها لكم بشكل مفصل. وقبل ما ابدا اشرح لا تنسون دعمكم، لايك، اشتراك، فعلوا الجرس. صار هواي ما منزل لكم فيديو بصوتي بس يعني تعرفون ظروف وكذا. فخلينا نبدا الشرح ونقول بسم الله. هاي الشباب الماكينه ضافوها باخر تحديث، وضافوا وياها هنا أنا حزام، او البعض يسميه طوق او البعض يسميه سوار. المهم يا شباب موجوده هذا الطوق، وموجود يعني 5 بطاقات تقدر تستخدمها. هسه نجي نتناولها. خلي احكي لكم الماكينة. طبعا شباب الماكينة بيها مجموعة من البطاقات اللي تنطيك خصائص على دمجك او على متانة درعك، يعني دفاع وهجوم وكذا. وعندك نوعين موجودات بالماكينة، عندك هنا نوعين من البطاقات. هنا عندك شباب اسمها بيسك، المهم ما علينا بالاسامي، بس طبعا الخانة اللي فوق هاي بيها بطاقات كلش مميزة وراح احكيها هسه لكم. هاي الخانة يا شباب بيها مجموعة من البطاقات اللي هي هاي قدامكم، وهذن شباب عملات التطوير مال البطاقات. اذا كانت البطاقة زرقاء راح تحتاج من هذول ازرق، اذا كانت بنفسجي يعني خلفية بنفسجي تحتاج هذول العملات، اما اذا كانت صفراء تحتاج عملات صفراء وموجودة فقط هنا، يعني موجودة هنا البطاقات الاسطورية فقط هن وعملات تطويرهم بهاي الخانة. خلي نفتح ما دام عندي عملات، فقلت خلي افتح قدامكم ونشوف شنو نحصل. شباب هاي عندك، شوفوا هاي اللي ينطوك اياها السهمين، هاي عملات مال تطوير البطاقات. هسه اقول لكم شلون تطورون البطاقات اللي ما يعرفون. هنا هم تطوير للبطاقات الزرقاء، هنا للبنفسجي. بلكت بطاقة ما مكررة. اي هاي شنو البطاقة؟ هاي عندي من هالبطاقة. هنا عملات تطوير، هنا هم بطاقة مكررة. البطاقات المكررة الشباب يحولوا لك اياها كذلك الى عملات تطوير، وهذا شيء جدا حلو. يعني انت ايش ما تصرف او ايش ما يعني كل ما تفتح بطاقات ما راح تخسر، لان ينطوك بطاقات تطوير راح تستخدمها. هسه عندنا كملنا الاولى، خلينا نفتح بعد فتحة ثانية. شنو عملات تطوير؟ كل عملات تطوير هاي مكررة، هنا مكررة، هنا أنا مكررة. البطاقات المكررة شباب الحلو بها يحولوك اياها عملات تطوير. شوفوا كل وحدة تطوني عليها. خلنا نفتح بهاي الخانة هم كذلك 4. ها حلو، هاي الشباب البطاقة السهمين الصفر للبطاقات الاسطورية، يعني تطور بها البطاقات اللي خلفيتهم اصفر. هاي عندي مكررة، هاي عندي كله مكرر، راح يعطونا عملات بدنا نشوفه. هسه شباب نروح للبطاقات. انا شارح ان شلون تطور البطاقات او شلون تخليهم، بس خلينا نحكيهم مره ثانيه. عندك شباب هنا البطاقتين هذول، هذول بطاقات هجوميه، يعني تزيد الدمج مالتك، تزيد دمج اسلحتك وتنطيك خصائص هجوميه. اما هاي البطاقه، اذن البطاقات اللي على اليسار، هذول بطاقات دفاعية تنطيك قوة تحمل للدرع او تقليل هجوم العدو، يعني تقليل ضربات العدو بشكل عام. عندك هاي البطاقة اللي بالنص، انت مخير اما تختار بطاقة هجومية، يعني بكيفك تحط بطاقة هجومية او بطاقة دفاعية. وطبعا يعني من تضغط على الخانة مثل هاي راح يطلع لك البطاقات الهجومية اللي موجودة عندك وتقدر تبدل بيهم. حتى تبدل البطاقة تختار تشنج، وحتى تطور البطاقة تختار هاي ابجريد اللي قدامكم. هسه هاي البطاقة الصفراء، حصلت عملات صفراء، هاي العملات السهمين الصفر هذا ولا شوفوا عند 12. يريد 10 حتى يطور البطاقة، خلنا نطور هاي الخصائص اللي زيد. هسه اشرح لكم البطاقات اللي مستخدمها اني، ومنتظر بطاقات احسن. خلي نبدأ نشرحها ما حتى ما انسى. هاي البطاقة شباب كاتب لك تنطيك
شباب هاي البطاقة بشكل عام تزود الدمج على الهيد شوت مثل ما تشوفون هذا اللي هنا أنا استغفر الله. هاي شباب تزود الدمج على الهيد شوت وتنطيك يعني كل 10 ثواني تنطيك خاصية الكهرباء، يعني مو الكهرباء وانما مثل ما نقول تخدير العدو، يعني من تضرب من تدمج العدو راح يعني مثل ما نقول يثبت بمكانه ويظل يعني مثل اللي يتكهرب، ينطيك اياها لمدة 1 ثانية كل 10 ثواني. هذا الشيء كلش حلو شباب. هاي البطاقة يعني حبيتها كلش، لحد الان ما تركتها، ولو عندي عملات كان طورتها. عندنا هاي البطاقة يا شباب جو ابجريد. هاي شباب اذا كان هاي البطاقة شوفوها علامة اليد، اذا كان دمك اكثر من 70% يعني الشريط الاخضر اكثر من 70% راح تحصل دمج بونص. انا حاليا موصلها 4 فينطوني يعني ليفل 4 12 دمج و7% في 7 فاصلة. طورها مرة ثانية صارت 13، نطورها مرة هاي مهمة يعني ما اقدر اتخلى عنها 14، نطورها مرة ثانية صار 15 مثل ما تشوفون. يعني هاي شباب بشكل عام تزيد الدمج بونص اذا كان دمك اكثر من 70%، الدم الشريط الاخضر تعرفون. عندنا هاي البطاقة يا شباب، هاي البطاقة خلينا نروح لها. يقول لك وين تانكينج شباب، هاي البطاقة يقول لك اذا كان دم العدو اكثر من 65%، يعني دم العدو اللي تواجه سواء كان زومبي او سواء كان بشر يعني بارينا او نانسي سيتي، اذا كان الدم مالته اكثر من 65% وانت تتقاتل وياه راح ينطوك هذول الخصائص جريت تشانس وجريت دمج. الجريت تشانس الدمج البرتقالي معروف يعني تعرفوه، والجريت الجريت دمج يعني نفسه هو الدمج البرتقالي بنوعين، اكو نوع مرات يصير اعلى من البرتقال العادي فهو هذا اللي يقصد به. وهاي طبعا شباب كل ما تطورها كل ما سوى. هذول العملات شباب هم نفسهم العملات الاسهم اللي قلت لكم، هذول البطاقات السهمين اللي تطور بهم. خلينا نطورها. حلو عندنا هاي جو ابجريد. لا هاي انا شرحت مش صح، هاي شرحتها قلت لكم بها. خلينا نروح هاي البطاقة شباب ما اتوقع مهمة، بس اذا تحتاجها او شيء فعادي طوروها. هاي البطاقة يقول لك شباب يزيد الدمج او العفو اذا شخص مثلا سنايبر يستخدم اللانشر او القناص. هذا الشباب الاكسبليشن دمج ما اعرف شنو اسمه بالضبط، هو الدمج اللي يجيك من اللانشر او مثل من هذا السلاح اللي اراكم السلاح، حتى هو اللانشر او اسلحة القواذف لها القاذف هذا مثل هذا الهاون او ما اعرف شنو، كل هاي كل هذول الفئات الاسلحة. هذا الشباب يقلل البطاقة، هاي تقلل من الدمج. شوف هسه هذا السلاح، خلي نروح للبطاقة. هاي البطاقة شباب هسه حاليا انا ما مطورها تنطينا 12%، يعني تنطيني مثل ما نقول قوة الدرع، يعني هاي تنضاف على الدرع ومني دمجك العدو او اللاعب راح يقل الضرر مال السلاح مالته، فما اطورها لان ما احتاجها بس مرات استخدمها. عندنا هاي البطاقة شباب، هاي البطاقة طبعا جدا 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 يعني جدا مهمة. هاي الريدكشن دمج ريدكشن شباب، انا هذول البطاقات حاليا يعني احسن بطاقات بالمجموعة مالت، انت ممكن تكون محصل بطاقات افضل واحسن، فانت يعني انا ما اكذب عليكم ما اعرف يعني خصائص كل البطاقات الا البطاقة استلمها واجربها واسأل عنها، لان انا حاليا هواي بطاقات كثير يعني ما محصلها لحد الان، فالبطاقة لما احصلها يا الله اعرف شنو فائدتها بالضبط او منو افضل. فحاليا هذول البطاقات اللي مستخدمهم اني افضل بطاقات بالمجموعة اللي حاصل عليها. هاي البطاقة يا شباب ليش مهمة؟ تزيد الدمج ريدكشن مثل ما تشوفون. هذا الشباب الدمج ريدكشن هو يعني الدمج بشكل عام يعني من يعني باي مكان، يعني زومبي دمجك او عدو او لاعب فراح يقل الدمج عندك، بس بشرط هنا مكتوب لازم يكون دمك يعني من ينخفض دمك 40%، هاي كاتب لك بيلو يعني دمك لازم منخفض 40% وفما تحت،
يلا تحصل هاي. يعني إذا كان دمك فوق 40% ما راح تحصل هاي الخاصية، يعني مثل ما نقول بالحالات الحرجة راح يدمك. فخلي أنطورها، طور صارت ماكس. معقولة ليفل 10 ماكس صارت ماكس. الحلو يا شباب بهاي البطاقات تقدر تخفض الليفل، يعني مثلا حصلت بطاقة جديدة، حصلت بطاقة ثانية تريد شو اسمه مثل ما نقول تريد تطورها، شلون تطورها؟ تجي تضغط على هاي شباب، هاي شوفوا مثلا نريد نفكك البطاقة حتى نسترجع عملات التطوير، هاي شوفوها شباب، فقط تضغطون عليها راح يقول لك هنا مثل ما تشوفون، يقول لك حتى ترجع البطاقة لازم عندك يعني للصفر، حتى ترجع البطاقة للواحد ينطيك 44 عملة، هم هذول مال التطوير لا حد يتوهم بهم، لازم يكون عندك نانو 40,000 أصفر و 20,000. هذا النانو المطور أنا ما عندي حاليا نانو وما أريد أرجحها، لأن مال أصفر ما شاء الله 2,300,000. المهم شباب من هنا تخفضون الليفل، بس لازم يكون عندكم نانو. هسه مثلا هاي عندنا، خلينا نطورها تطويره. هاي شباب البطاقة مثل ما شفتوا طورتها تطويره، اريد استرجع العملات مالاتي، فقط شوفوا فقط اضغط على هاي ريست شيبس. هاي شباب رجعت ليفل واحد ورجعوا لي العملات. هسه شباب شرحنا شنو فائدة الماكينة وشنو فائدة عملات التطويرة ومين تحصلوها، اللي هي من نفس الماكينة البطاقات المكررة او بدون مكرر ينطيكم لوحدهم. وشرحنا بعض البطاقات اللي موجودة عندي. هسه شباب عندنا اكو بطاقة تخلي الجسم مالتك مضيء، هاي البطاقة شباب تنطيك درع او شيلد ذهبي. هاي البطاقة شايفيها بعض اللاعبين يكون عليهم ضوء اصفر، يعني ضوء على جسمهم او على الدرع يكون اصفر. هذا شباب بطاقة خاصة تنطي يعني كل 20 ثانية تنطيك درع، يعني مثلا الدم جراح الدرع او الشيلد اللي انطتك اياه، الشيلد الذهبي اللي خلف اللي يعني على جسمك، فكل 20 ثانية ينطوك درع، ومن يروح كذلك لازم تنتظر 20 ثانية وينطوك واحد غيره، يعني تقلل الدمج مثل ما نقول. بطاقة نادرة. واكو بعد بطاقات تخلي اللاعب يضوي، مثل اكو بطاقة بس ما عندي لحد الان، ما عندي لا البطاقة اللي تضيء ولا هاي البطاقة اللي لما يدمجك زومبي او لما يتحس يجيك دمج على الدرع مالتك راح تصير لون اعتقد بنفسجي او وردي، يعني هاي البطاقة اللي اكو لاعبين هم يسألون شلون اللاعب يضيء، وهاي البطاقة قدامكم لان لحد الان ما حصلت عليها. عندنا شباب هسه مين الخطوة الأخيرة أو الشرح الأخير شلون نحصل على عملات الماكينة. طبعا شباب عملات الماكينة كاتب لك هاي شباب بالنسبة للعملة البنفسجية اللي هو الخانة الفوق اللي بيها بطاقات أسطورية وكذا، هذول يعني بس المحظوظين ما أدري شلون حصلت لوحدة. أحتاج وين البطاقة، خلي أراكم إياها غلسوا. المهم شباب هنا هنا شباب شوفوهن هذول البطاقات الأسطورية، هاي لازم عملة بنفسجية او وردية. اما نحصل هاي العملة كاتب لك اما تشحن او تلعب بالمهمات الاسبوعية شباب، يعني المهمات الويكلي، او تلعب استغفر الله اما تلعب المهمات الاسبوعية او تلعب المهمة هاي اللي 8 التيم مال هم هي اسبوعية، خليها لكم اياها بس ما اعرف اسمها بالضبط. يعني اكثر شيء تحصل عملات تطوير هي من هاي المهمة اللي هنا، عملات العفو مال البطاقات حتى تفتح بيهم. وين هاي الفيدريشن، هاي شباب هذول اللي اقصدهم، هاي تنطيك اكثر يعني اكثر عدد من العملات البنفسجية تحصلتهم من هنا. هذول الشباب المهمة اللي 8 مهمة التيم اللي 8، او عندك المهمات الاسبوعية، واكو يعني بعض الاحداث اللي تجي مثل هذا الحدث عندك يعني تحصل بيهم. مثل هنا شباب تقدر تشوفوا هاي العملات، هذا جيت انا عندي عملات خلي اشتري منها واشوف بلكت اقدر اكمل افتح مرة وهي العملات اللي عندي. هسه شوفوا شباب اشتريت هذولا
لا حرامات بعد 30 عملة يلا اقدر افتح. المهم شباب عرفتم من تجيبون هاي كذلك هم يعني تجيب هناية من اما تشترين. لا هذول الشباب تقدر تشتريهم من الميل او اللي هنا مكتوب. شوفوا هسه الجهاز شوية تأخر هسه. شوفوا شباب هاي شنو هاي ليش ما بشتريها. هاي بعد ما موجودة هاي. شباب هنا تقدر تشتريهم بالذهب بس دورهم انت بالخانات اللي موجودة او بهاي الخانة. هاي شوفوا الشباب خانة الممبرشيب تلقوها دائما ومرات يعني يجي هنا ويا هذولا او ويا هذولا تدور زين وتشوفهم. هاي الزرقاء كذلك قلنا عليها. بعد شنو عندنا ما شرحناها شباب. اي احد عنده سؤال او استفسار العفو عن الماكينة او شي ما فهمها يكتبه بتعليق واني اجاوب عليه ان شاء الله. يعني يكون الشرح واضح لان ما خليت شي ما حكيته. طولت عليكم بس يعني تعرفون صار هواي يعني شهرين ما اعرف شهر ما ادري شهرين ما منزل فيديو بصوتي فقلت لازم يعني اشرح فيديو كامل وعم مطول. الفيديو صار تقريبا 16 دقيقة. لا تنسون دعمكم حبايب قلبي. اشوفكم بخير وفي امان الله. وغلسوا اذا شفتوا سحقة او خطأ فغلسوا.